رغم الأتربة الشديدة ورغم إعصار دانيال، المواطنين في اسكندرية بيتحدوا هذا الطقس وما زالوا مستمرين في التواجد على شواطئ اسكندرية زي ما احنا بنشوف مع حضراتكم هنا في منطقة بحري المنطقة العريقة والشهيرة هنا في ثالث أيام إعصار دانيال. ما زال المواطنين يتواجدون بيحاولوا يعني نقول كده بيشموا نفسهم بالرغم ان التنفس في الوقت ده بيكون بصعوبة شديدة نتيجة الأتربة الشديدة في الجو. يمكن النهاردة أفضل من اليومين اللي فاتوا ولكن الغيوم في كل مكان، الجو زي ما نقول كده مغيم جدا، في صعوبات شديدة هنا كمان، توقعات بسقوط أمطار. بيأمل المواطنين ان الأمطار فعلا تنزل على اسكندرية عشان تمنع الأتربة المنتشرة منذ يومين واليوم الثالث على التوالي. الأتربة زي ما بنقول لحضراتكم هي أقل من أول يومين لكن مازال برضو هناك زي ما نقول كده ريحة الأتربة في الجو، في صعوبات شوية في التنفس وده اللي نتج عنه نصائح عدة من يعني الأطباء للمواطنين بعدم نزول مرضى الجيوب الأنفية أو ارتداء الكمامة خلال عملية التحرك. رغم كده بنلاقي الناس موجودة بيحاولوا يستمتعوا بتواجدهم في اسكندرية، هناك مصطفين وهناك يعني زي ما نقول كده أهالي اسكندرية اللي ما يقدروش يعدوا يوم من غير ما ينزلوا يسلموا على البحر يشموا هواء البحر وإن كان هواء محمل بالأتربة. بنشوف مع حضراتكم يمكن الحركة أقل شوية وده أمر طبيعي نتيجة التغيرات الجوية اللي بتطرق على مصر بشكل عام واسكندرية بشكل خاص خلال الأونة الحالية. حتى الآن ما زلنا في انتظار سقوط الأمطار اللي بعدها إن شاء الله هيكون في تحسن في الطقس. هيئة الأرصاد الجوية قالت إنه خلال ساعات إن شاء الله هيكون في تحسن وإن الأتربة دي هتختفي وده بنتمناه بإذن الله، لكن ما زال الوضع مستمر، ما زال إعصار دانيال يتواصل. يمكن الحمد لله إن إحنا أقل من دول تانية كتير من حيث الإعصار، ويعني ربنا يرحم كل ضحايا الإعصار في ليبيا، يعني الشقيقة ليبيا التي دمر الإعصار فيها الأخضر واليابس وآلاف الضحايا. لكن هنا اسكندرية في وضع أهدى، هو مقتصر على بيئة تنفس ولكن إن شاء الله يعدي على خير وتبقى اسكندرية في أفضل حال بإذن الله. بنشوف مع حضراتكم الأجواء، الناس هنا في البحر بيحاولوا يستمتعوا لكن زي الصورة كده ما بتكدبش، الجو الغيوم فيه في كل حتة، كمان في صعوبات جدا فكرة ان انت تنزل بالمية مع الأتربة وان كانت البعض بيروها ان هو غسيل وطرق التراب من على اجسادهم، ولكن الامر برضو فيه صعوبات ومعوقات. عشان كده بنلاقي الناس نسبة الاشغال في الشواطئ خلال ايام اعصار دانيال هي متوسطة وفي بعض الشواطئ هنا ضعيفة، يعني بنشوف كراسي كتير فاضية وده امر طبيعي جدا.